في أسئلة هينة، في أسئلة محرجة، في أسئلة كثير صعبة. طب يلا بلش لأنه وتر. نيكول صابة طلع بكاميرتك، السؤال الأول. يلا. بأي حالة ممكن ترجعي تتجوزي؟ إذا متت أو إذا طلقنا حبياً أو إذا طلقنا بسبب إني خنتك. لأول مرة الهوت فايف مش أنا بطرح عليك الأسئلة ولا أنا بعرف الأسئلة مباشرة على الهواء. يوسف الخال موجود بيريجي الام دي في. تحية لك يوسف الخال. واو. خمس أسئلة عملتوها فيا يعني. خمس أسئلة قرر يوسف الخال يطرحهم عليك. خليه عيده بس عملتوها فيا بقلب منا وجر الليلة. يوسف الخال مساء الخير. مساء النور. وجلك تحية كتير كبيرة. قبل شوي بالتليفون. انت اتصلت قبل شوي على التليفون. شبك؟ This is him. قلت أنا قلت صوته. يوسف. يلا خلص وقت المزح خلينا نركز. الهوت فايف إلك. ليش هلا نتحمس على أساس السؤال كتير إنه روعة؟ نرجع نسمع سوا. يوسف الخال. The hot five بصوتك السؤال الأول. أوكي. بأي حالة ممكن ترجع تتجوزي؟ إذا أنا متت أو إذا طلقنا حبياً أو إذا طلقنا بسبب إني خنتك مثلاً. هلأ بتخيل مبدأ الجواز عندي تاني مرة مش موجود هيدا بالمطلق، بس إذا بدي اتفلسف وحلل أكتر وغمق وعمق بالجواب بقول إذا لا سمح الله بعيد الشر عن قلبك متت ممكن فكر اتجوز، لأنه بحس إنه ضلي راح بعد صار ما بقى موجود حتى على الأرض، فممكن يكون بدي سند. أوف. لا سمح الله على قلبك يعني ما ممكن اتجوز ارجع من بعدك إذا اخترت. السؤال الثاني بصوت يوسف الخال موجود معنا الليلة. طيب إذا اعترفت لك إنه خنتك هلأ على الهوى. ليه كتير عم تحكي عن الخيانة اليوم؟ ما فهمت. اعتبري هلأ أنا اعترفت لك إنه بدي نوع من التزم باللعبة بس كتير على فكرة إنه خنتك على الهوى هيك بدي اعترف قدام الكل بركي بياخد شوية تعاطف. تبسطن لك بتبسطن لأننا ناطرين إنك تقول شيء أو يصير شيء. إذا اعترفت لك إنه خنتك على الهوى بتسمحيني؟ إذا إيه ليش؟ وإذا لا ليش؟ لا ما بسامحك بس مش نهاية الدنيا. ما بينفع إنه عم بستفيد من عطف الهوى إنه عم بقول شيء كتير ما بينقال. خليني بس جاوب بليز لما أقطش حاب الأفكاري. ما بسامحك لأنه بس مش نهاية الدنيا وما بقطع هيك أكيد على الهوى لبين إنه أنا ياي لافي أن روز. وأكيد إيه بيبقى بده تفسير وبده نقاش وما بنعرف شو بتكون نتيجته وعواقبه، بس ما بتخيل أنت بتعرفني ما بتخيل إنه أنا بسامح. مشان هيك رح أقولك بس بسمع مشان هيك ما قلت لي مشان هيك رح أقولك إنه ما خنتك بعد. إن شاء الله ما بتكون حبيبي طول ما أنا منيحة. سؤال ثالث. لحظة خير مش بس عليك علينا كلنا لأنه وقفت لنا قلبنا يوسف الخال. السؤال الثاني. هلا اخر شيء سلام بيقول لي مين رح ينام على الكنبايه الليله. يوسف الخال السؤال الثاني شو؟ زواجنا برايك وين ضرك وين فادك؟ فنيا اجتماعيا مهنيا بشكل عام. زواجنا فادنا كثير اكيد لانه خلينا اهم شيء حقق تجربه الامومه وعيشها، هيدي اهم افاده بالحياه. يعني لو ما جربتها أكيد رح كون كنت كتير ندمانة وحسة إنه قدي عملت بحياتي بعد كان في شي ناقصني. الحمد لله حققته. شو ضرني؟ ما ضرني لأنه إذا بعرف شو قصدك إذا أكوتي كاريير ومهنة، ما ضرني لأنه ود مع أو بلا الزواج اختياراتي هي هي، فبالتالي الزواج مش مقيدني من أي شي، عم بختار كأني free like a bird. هاي يوسف الكنبية تحلق في الأفق. يلا السؤال الرابع. كمل هيك. يلا السؤال الرابع شوي طويل السؤال بس اجتماعي مهم. تفضل. لأي سبب من الأسباب إذا قلت لك بطلت حبك مثلا وأخذت البنت بالقوة منك من دون اهتمامي لا بالقانون ولا بالأصول ولا بحقوق الأمومة، شو بتعملي؟ بتاخدي حقك بإيدك ولا بتاخديه بالقانون؟
أوف. إذا أنت ملت إذا أنت ما اهتميت للقانون وقررت تخدع هيك بالتتييس إذا تجاوزت كل هالأمور وأخدت خطفتها يعني هيك وما بهمني معي حق أو معي حق تستاهل يعني كأنه خطف بتصرف مثلك بذاته يعني برد لك إياها بنفس الطريقة اللي أنت عم تتعامل فيها تاخذ حقك بإيدك يس والقانون ما أنت ما عم ما بلشت بالقانون ليه بدك تطلب مني أنا أتعامل بالقانون أنت بلشت بالهيدا وأنا ببلش بالهيدا أوكي يا رب شو هالأسئلة إذا أنت مش محضرون وهيك أنا مش محضرون يعني السؤال الخامس بدي أقول لك good luck لليلة يلا سؤال خامس السؤال الخامس عادة بيكون الأكثر إحراجاً بمنوجر وبالهوت فايف بطلب منك تعطيني أكثر سؤال أوكي. محرج لنيكول سابا الليلة طيب إذا عملنا مسلسل سوا وقلت لك بدي اسمي قبل اسمك وقلت لك انه هيك المنتج والمحطة بدهم لانه بيشوفوني اني اهم منك أوف. لتسويق العمل شو بتكون ردة فعلك تقبلي او بهمك تعرفي انا شو بجاوبهم مثلا بهيك حالة وهيك شروط بدك جاوبك على انا شو رأيي ولا على شو انت انه على اول شيء ولا الثاني اللي انت بدك اول شيء اول شيء شو بدك بجوابي انت شو بتعمل اول شيء بس باختصار نحن اكيد بنحكي على طول بهذا الموضوع بدليل سالتونا عنه اول شيء بس باختصار وما بدي انا شايل اسمك انا نيكول سابا الخال الله فمش فارقه مش فارقه اول شيء مين اسمه قبل مين وانت بالذات جوزي وخيي وحبيبي وكل شيء بحياتي مش الاسم اللي بيوقف بيني وبينك بعدين لحظه وبعدين انت بتعرف انه احنا كثير بنحكي حياتنا مبنيه على المشاركه حتى بالمهنه انت بتعرف قد ايه بنحكي عن هذا الموضوع بنقعد بنحلل واحنا واقعيين انه اليوم هيدا السوق سوق مين اقوى سوق يوسف او نيكول او اكس فشو بيتطلب هون نيكول بدها تتنازل او يوسف هيدا السوق بده نيكول هون تتنازل او يوسف كثير منطقيين نحن مش هالقد بمعركه مع بعض بس شويتك بعرف انت بس شويتكم في شوي هيدا الشيء لا لا ساعتها يمكن شو بقوله لما نخسر هالحياة الحلوة بيتنا ما بنعملها ما في إذا هالقد بدها توصلنا بس في شوية إيجو بس في تنازلات في إيجو بس نحن واعيين إنه إذا هذا الشيء بده يخسرنا البيس اللي نحن عايشين فيه بلاه وستين سنة مش مسلسل اللي وقف عليه حياتي أنا وياك واو برافو يعني نحن عايشين أحلى مسلسل بحياتنا أنا وياه ومع بنوتتنا لأول مرة الهوت فايف كثير قوي عن هوت فايف يوسف مش رح سامحك عن هالحفلة بعد شغلي كثير قوية خلص بدي اكسر قانون هاد اللعبة ويصير سؤال سادس سؤال سادس أخير لا السؤال ما بقى بس ما تفز الدمعة من عينك يا بيير بليز بس اسأل سؤال سامعونا بتتجوزيني مرة تانية؟ يس أي دو يوسف الخال وي لاف يو شكرا كثير لوجودك معنا الليلة شكرا كثير لأنه بتاريخ البرنامج The Hot Five لأول مرة ما أنا بطرح الأسئلة بس مش معقولة شكرا على الأسئلة